جديد، اهلا بحضراتكم. لسه مكملين ابرز واهم الاخبار. الخبر معنا دلوقتي متعلق بجامعه القاهره، ولكن قبل ما نبدا الخبر حابه بس اتكلم عن التواصل المصري الافريقي تحديدا في الفتره الاخيره، وقد ايه دايما بيتقال انه مصر رجعت لدورها، مصر رجعت لمكانها. ودايما زمان على مر السنوات الماضيه كان دايما في قوافل متعلقه بالتعليم او بالصحه او بالكثير من القطاعات بتجوب يا اما القاره الافريقيه يا اما عمقنا العربي. والحقيقه انه ده اللي عمل علاقة خاصة جدا وعمل تواصل بشكل مختلف وبشكل خاص جدا بين أو مع عمقنا الإفريقي ومع عمقنا العربي. نحن كنا موجودين هناك، موجودين في القطاعات الأكثر حيوية، موجودين كمعلمين وكأطباء وكمهندسين والحقيقة أن الفترة دي بدأ يرجع هذا الدور بشكل أو بآخر تحديدا مع عمقنا العربي من خلال الكثير من القطاعات، قطاعات التدريب والزراعة والصناعة والتعليم. والخبر اللي معانا دلوقتي له علاقة بإطلاق المرحلة الثالثة التخصصية من مشروع 1000 قائد إفريقي. الحقيقة أنه هذا المشروع بتنظمه كلية الدراسات الإفريقية في جامعة القاهرة. المشروع جه يمكن إلهام واستجابة من توجيهات القيادة السياسية بشأن تدريب وتأهيل الشباب الإفريقي لتولي مسؤولية القيادة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والحقيقة أنه رئيس كان كلف الحكومة وكبار رجال الدولة بإطلاق هذا البرنامج، البرنامج الرئاسي لتدريب شباب إفريقي على القيادة. احنا عارفين في برنامج رئاسي لتدريب شباب المصري على القيادة، ولكن انه هذا المهم انه هذا البرنامج امتد للشباب الافريقي. والحقيقة ان احنا دايما بنحاول لكل برامج المصرية الترند او الدولة المصرية بتشتغل عليها منفردة في هذه المرحلة ان هي تمتد للشباب الافريقي. مشروع 1000 قائد افريقي الحقيقة انطلق في مارس اللي فات، كان بمشاركة 1260 شاب من مصر و34 دولة افريقية. الجامعة بتشتغل على اعداد التحضيرات لانطلاق المرحلة الثالثة التخصصية من المشروع. المرحلة الثالثة هتبتدي منتصف سبتمبر اللي جاي، بتقسم المتدربين اللي اجتازوا المرحلتين التأسيسية والتأسيسية المتقدمة وفقا لرغباتهم في 5 تخصصات رئيسية، في سياسة واقتصاد وإعلام وإدارة وريادة أعمال. الحقيقة أنه المرحلة التخصصية من مشروع 1000 قائد إفريقي فيها جلسات تدريبية ورش عمل تطبيقية شغال عليها مجموعة من كبار المتخصصين والأساتذة والخبراء والمدربين المعتمدين دوليا، ده جنب طبعا تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمشاركين في كل تخصص من التخصصات الخمسة اللي أنا ذكرتها لحضراتكم لتنظيم الجانب العلمي والعملي والتطبيقي وثقل مهاراتهم. ده له علاقة بمشروع 1000 قائد إفريقي وآخر آخر شكل والدور المصري الحقيقي زي ما بقول حضراتكم في نقل هذه البرامج للشباب الإفريقي. من جامعة القاهرة برضو ولكن خبر مختلف، لسه هناك في جامعة القاهرة، نتكلم أن الجامعة الحقيقة تشهد برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت وحضور وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بكرة صباحا حفل تخرج وتكريم طلاب الدفعة الثانية للدبلومة المهنية في مجال مواجهة تعاطي المخدرات. الحقيقة أن مواجهة تعاطي المخدرات ده مجال هام جدا، ودي الدفعة الثانية في هذه الدبلومة. الحقيقة أن الدبلومة بتعد دبلومة مهنية في مجال مواجهة تعاطي المخدرات، هي أول دبلومة جامعية متخصصة في مجال علاج الإدمان وخفض طلب على المخدرات على مستوى الدول العربية كلها والشرق الأوسط، معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات. من المفترض أنه هيتم افتتاح مقر دائم لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في جامعة القاهرة، ده طبعا بعد حفل التخرج اللي بيهدف لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات. ودايما كل ما يتعلق بتعاطي المخدرات ومحاربة الدولة من خلال أجهزة مختلفة وبرامج مختلفة في هذا الإطار هي خطوة مهمة جدا ودايما بنسعى لدعمها. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن هذا المشروع لو نقدر نقول، أو الدفعة الثانية لهذه الدبلومة، معنا بصوت وصورة أستاذ هشام جمعة منسق بروتوكول التعاون بين صندوق مكافحة الإدمان وجامعة القاهرة. أستاذ هشام أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بك يا فندم وكل السادة المشاهدين. بكرة الحقيقة هيتخرج الدفعة الثانية للطلاب الدبلومة المهنية في مجال مواجهة الإدمان،
عايز اعرف من حضرتك ايه اللي بتدرسوه في هذه الدبلومه؟ ايه المده الدراسيه؟ ايه المحتوى؟ ايه الماده اللي بيتم تقديمها؟ في الحياه الدبلومه بتقوم على جانبين مهمين جدا، هي الجانب العملي وهو بيمتد اكتر من 300 ساعه تدريب. اما على الجانب النظري فاحنا بنتكلم عن عدد من المواد المهمه اللي بتلم بكل الجوانب المتعلقه بقضيه الادمان، بدايه من التقييم النفسي لبعد كده اساليب العلاج والمهارات المختلفه اللي لازم يلتزم بها الاخصائي النفسي وتتوفر لديه عشان يقدر يتعامل مع مرضى الادمان. طب انا عايز اعرف الطلبه اللي حضراتكم بتقبلوهم في الدبلومه، يعني دلوقتي احنا بنتكلم عن تخريج الدفعه الثانيه من هذه الدبلومه، ايه الطلبات المفروض تبقى متوفره للي عايز يقدم في هذه الدبلومه او شروط الالتحاق؟ هي شروط بسيطه جدا، ان يكون الطالب متخصص في احد المجالات الاتيه وهي علم النفس او علم الاجتماع او الخدمه الاجتماعيه او كليه الطب، ويكون على تقديره على الاقل في سنوات الليسانس او البكالوريوس جيد على الاقل، وبعد كده بيتقدم لجامعه القاهره لان هو عايز يدرس او عايز يقدم في دبلومه مواجهه الادمان او علاج الادمان، وبعد كده بيتم عمل اختبارات ومقابلات شخصيه لاختيار افضل المتقدمين، لان الحد الاقصى للقبول في الدبلومه حوالي 30 طالب. 30 طالب فقط يا فندم؟ 30 طالب، وتقدم لغايه دلوقتي حوالي 70 طالب. الحقيقه هو هنا بيخرج بشهاده معتمده كمتخصص في علاجه ومواجهه الادمان. بالظبط يا فندم، هو بيخرج مع شهاده اخصائي ومعالج معتمد في مجال علاج الادمان، معتمده من جامعه القاهره والمجلس الاعلى للجامعات. هل حضراتكم بعد كده بتتواصلوا مع هؤلاء الخريجين؟ هل الصندوق بيوفر فرص عمل للمشتركين؟ على الرغم انه الحقيقه المتخصصين في هذا المجال اعتقد انه سوق العمل في احتياج ليهم تحديدا في هذا المجال، ولكن حضراتكم بتتواصلوا بعد كده بتوفروا فرص عمل؟ طبعا احنا بسبب تخريج الدفعه الثانيه من دبلوم علاج الادمان، ويمكن كان السنه اللي فاتت خرجنا الدفعه الاولى من هذا الدبلوم، وبالفعل الناس اللي خرجت من هذا الدبلوم وتم الاحتفال بهم وتكريمهم من قبل معالي وزير التضامن الدكتوره غاده والي، تم الاستعانه بعدد كبير جدا منهم للعمل في المراكز التابعه لصندوق مكافحه وعلاج الادمان. طب انا عايز اسال حاجه ثانيه، هل ممكن على سبيل المثال يكون من بين المشتركين في الدبلوم اشخاص فعلا مروا بتجربه الادمان؟ هو الاشخاص اللي بيتاهلوا لدخول لدبلومه علاج الادمان لازم يكونوا متخصصين، ولازم يكونوا حائزين على الليسانس او البكالوريوس من احد التخصصات المتحرك زي علم النفس او الاجتماع او الخدمه الاجتماعيه، وما بنقبلش الناس الغير متخصصه او ان هم عليهم خبره مع مجال الادمان. ممكن هقول لحضرتك حاجه يا استاذ هشام، هو ممكن يكون متخصص في 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 المجالات اللي حضرتك قلتها، قلت علم نفس او خريج طب، يعني بعض التخصصات اللي حضرتك ذكرتها، ولكن مر بتجربه الادمان، هل ده ممكن يقف بينه وبين انه حابب يقدم على الدبلومه على سبيل المثال؟ ده بيرجع للمقابله الشخصيه اللي بتتم من عدد من نخبه اساتذه جامعه القاهره، وبالاضافه لمندوبين صندوق مكافحه وعلاج الادمان، بيتم بعد كده عمل بعض المقابلات الشخصيه لقبولهم او رفضهم. عايز اعرف المقابلات الشخصيه يعني بتهتموا بايه؟ بيكون حضراتكم باصين لايه في الشخص اللي هيكون متخصص في هذا المجال؟ طبعا المقابلات الشخصيه لازم ترتكز على حاجات كتير جدا زي لباقه الحديث وحسن المظهر وحضور الذهن والكاريزما اللي ممكن بعد كده تبقى مؤهله للتعامل مع مريض الادمان، لان يمكن مريض الادمان ليه سمات شخصيه مش اي حد يقدر يتعامل معاه. احنا بنتكلم على احد الامراض النفسيه الحساسه جدا، وطول الوقت ممكن تكون عرضه للانتكاس، فعشان كده لازم يبقى في اخصائي مؤهل على المستوى العلمي وعلى المستوى الشخصي كمان يصلح للتعامل مع هذا المريض. طب في الحقيقه هنا معلومه انه في مقر دائم لصندوق مكافحه وعلاج الادمان داخل جامعه القاهره، المقر الدائم ده دوره ايه يا فندم؟ المقر ده هيتم افتتاحه بكره قبل حفل تكريم الطلبه الدفعه الثانيه من دبلوم الادمان، هتفتتحه معالي وزير التضامن الدكتوره غاده والي بحضور معالي رئيس الجامعه دكتور محمد عثمان الخشت،
المركز او الوحده اللي هتفتحه بكره هيبقى دوره هو نشر العمل التطوعي والعمل التوعوي بقضايا المخدرات وباضرار المخدرات وبالمفاهيم الخاطئه حول المخدرات بين طلبه الجامعه. طيب احنا الحقيقه تعودنا انه هذه الصناديق او المشروعات او يعني المقرات اللي وزاره التضامن المتعلقه بشكاوى او زي هنا بنتكلم طبعا عن صندوق مكافحه علاج الادمان والتعاطي انه ممكن حد يتواصل معاهم من المتعاطين او اللي حابين يتعافوا لو نقدر نقول، هل الخدمه دي ممكن يتم تقديمها في الجامعه؟ أستاذ هشام حضرتك سامعني يا فندم؟ طيب أنا كنت بسأل حضرتك إنه بنتكلم عن صندوق دائم في جامعة القاهرة متعلق بمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وحضرتك قلت إنه بشكل توعوي، ولكن هل ممكن حد يتواصل مع هذا الصندوق حابب إنه يتعافى، حابب إنه يعدي من مرحلة الإدمان يتخلص من هذه المرحلة مع الصندوق؟ هل هيبقى فيه متخصصين لذلك في الجامعة؟ الهدف الأساسي للعمل هذه الوحدة هو هتكون بؤرة لنشر العمل التوعوي في كل كليات الجامعة، ولكن احنا عندنا أحد المحاور في صندوق مكافحة علاج الإدمان اللي هو الخط الساخن لعلاج الإدمان، هيتم النظر في توفير شخص متخصص لتقديم المشروع العلاجية وتحويله على الخط الساخن لعلاج الإدمان عشان يتحول بقى لأحد المراكز التابعة لعلاج الإدمان ويتلقى فيها الخدمة العلاجية. شكرا لك استاذ هشام جمعه منسق بروتوكول التعاون بين صندوق مكافحه الادمان وجامعه القاهره. خلونا نتابع خبر هام جدا 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 من الناحيه الثانيه من العالم زي ما دايما بنقول، البريكزيت، خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. الحقيقه ان احنا بقالنا فترات بنتكلم عن اسبوع بنشوف جلسات سخنه جدا وحاده جدا ساخنه بشكل كبير جدا بتنقل دايما على اكسترا نيوز القناه الشقيقه يعني من داخل مجلس العموم البريطاني، نقاشات حاده، قوانين والحقيقه وهتافات ومشهد غريب بيحصل تقريبا بشكل اسبوعي في مجلس العموم البريطاني. احنا بنتكلم اخر حاجه بس اقول لحضراتكم اخر خبر وصل ان النواب البريطانيون بيصوتوا على قرار لاجبار الحكومه على نشر الوثائق السريه لبريكزيت. انا بس حبيت قبل ما اخوض في تفاصيل الخبر اقول لحضراتكم ان ده اخر تحديثات اللي بيحصل في مجلس العموم دلوقتي في اطار خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي او البريكزيت. الحقيقه انه دلوقتي بنتكلم انه دخلت بريطانيا في فوضى او شكل من اشكال الفوضى بعد او منعطف جديد. احنا بنتكلم انه الملكه اليزابيث وافقت على مشروع قانون كان البرلمان او مجلس العموم اصر عليه وتم الموافقه عليه، منع الخروج من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق. ده على خلفية ان بوريس جونسون وزير او رئيس الوزراء الجديد في بريطانيا كان صرح ولو تصريحات عديدة وحتى اشتغل على هذه التصريحات انه يمكن الخروج بدون اتفاق، وكان اخذ موافقة من ايضا الحكومة والملكة اليزابيث بتعليق عمل البرلمان في الفترة اللي جاية. احنا بنتكلم ان مجلس العموم تقريبا ده اخر ايامه او ده اخر تصويت له، عملية تصويت له قبل ما يتم تعليق عمله في الفترة المقبلة. على غرض ذلك او على الخلفية دي الحقيقة انه النواب اقروا قانون له علاقة بعدم الخروج بدون اتفاق، وانه خروج البلاد تحديدا يوم 31 اكتوبر المقبل من غير اتفاق. خلوني اقول لحضراتكم انه في سلسله ايضا من الاستقالات شملت وزيره العمل والمعاشات البريطانيه امبر رود واللي اعلنت استقالتها من منصبها والانسحاب من حزب المحافظين. في هذا الاطار كان الحقيقه ايضا بوريس جونسون متكلم دلوقتي انه ايضا بيحاول ياخد موافقات لانه لازم ياخد ثلثي الاعضاء من البرلمان يوافقوا على مشروع قانون هو بيحاول يخش او ياخد الموافقه عليه بانتخابات عامه
مبكرة في بريطانيا، وهذا له علاقة بالأجواء اللي بتحصل دلوقتي. الحقيقة أن الموقف متأزم، والكثير من الخبراء أشاروا إلى أنه دي من الفترات المختلفة والأصعب اللي بتمر بيها بريطانيا، ده إلى جانب طبعا مشكلة المتعلقة مع أيرلندا والسوق المفتوحة والحدود. خلونا نعرف تفاصيل أكثر من دكتور محمد كمال، مدير أو أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة. دكتور أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. خليني أسألك في البداية، قرار قانون بعدم الخروج من دون اتفاق، ودلوقتي احنا بنتكلم عن محاولات رامية من بويس جونسون لانتخابات مبكرة، تقريبا ده آخر تصويت قبل تعليق عمل البرلمان أو مجلس العموم البريطاني. ازاي شايف المشهد الآن؟ كيف تقرأه؟ يعني زي ما حضرتك ذكرتي في المقدمة، المملكة المتحدة بتعاني من حالة انقسام سياسي شديد. الحالة دي مش وليدة اليوم، الحالة دي بدأت سنة 2016 مع الاستفتاء الخاص بالخروج من الاتحاد الأوروبي، واللي كان نتيجته انه 52% كانوا مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. صحيح أغلبية، ولكن أغلبية يعني محدودة وليست كبيرة. منذ ذلك الوقت في جدل في المملكة المتحدة، هل الخروج من الاتحاد الأوروبي بيسموه يعني خروج أو انفصال ناعم أم خروج وانفصال خشن؟ انفصال ناعم بمعنى خروج باتفاق بين الطرفين. في العديد من القضايا المعلقة المترتبة على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي تحتاج موافقة الطرفين، وده الحقيقة اللي كانت بتحاول تعمله تريزا ماي رئيسة الوزراء، ولكنها فشلت يا دكتور يعني، وفشلت تماما. وده كان نتيجة لكده ظهور أو ظاهرة بوريس جونسون، اللي هو قال انا على استعداد لو جاء الديدلاين او الموعد النهائي للخروج من الاتحاد الاوروبي اللي هو 31 اكتوبر القادم ولم نصل اتفاق مع الاتحاد الاوروبي، سوف اخرج من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق. لكن الجديد اللي بنشهده في المملكة المتحدة الان ان هناك معارضة شديدة لهذا الامر، معارضة لمسألة الخروج بدون اتفاق، معارضة من داخل حتى حزب المحافظين اللي بيمثله جونسون، لان ده الحقيقة هيترتب عليه نتائج سلبية ضخمة جدا، ليس فقط في الاقتصاد البريطاني ولكن ايضا في قضية شائكة كبرى وهي المتعلقة في جمهورية ايرلندا، وهي جمهورية مستقلة ولكن حدودها مفتوحة على ايرلندا الشمالية اللي هي جزء من المملكة المتحدة. إذا تم الخروج بدون اتفاق سوف يتم إغلاق هذه الحدود، وضع نقاط تفتيش بين أيرلندا الشمالية وبين جمهورية أيرلندا، وده الحقيقة هيسبب مش بس مشاكل اقتصادية ولكن أيضا مشاكل سياسية، لأن ربما يعني بعض المشاهدين يتذكر أن المملكة المتحدة كانت بتعاني دائما من مشكلة ايرلندا، وكان في اعمال ارهابية الى اخره، فكان جزء من الحل السياسي لمشكلة ايرلندا الشمالية هو ان يبقى حدودها مفتوحة مع جمهورية ايرلندا اللي هي جمهورية مستقلة. الان مع وضع حدود بسبب الانفصال بدون اتفاق، ده هيؤدي الى مشكلة سياسية بالاضافة للمشكلة الاقتصادية. دكتور خليني اسأل حضرتك فيما يتعلق بالقانون اللي تم اقراره بعدم خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق، وتم وضع تاريخ 31 اكتوبر المقبل. بعض الحقيقة كان في تصريحات من داخل حكومة بويس جونسون انه هذا القانون هيضعف موقف بريطانيا في النيغوشيشنز او التفاوض بينهم وبين الاتحاد الاوروبي. ليه يا فندم؟ لانه طبعا لما المساله هتبقى مفتوحه بالشكل ده ممكن يبقى في اصوات داخل الاتحاد الاوروبي بتطالب يعني الحصول على تنازلات اكبر من المملكه المتحده. لكن اللي انا عايز اقول الحقيقة يعني صدور مثل هذا القانون
من البرلمان البريطاني وتصديق الملكة عليه لا يعني أيضا الشيء الكثير، لأنه من المهم أن الاتحاد الأوروبي أيضا يقبل تمديد فترة الخروج. يعني الاتحاد الأوروبي قال الخروج لابد أن يتم بتاريخ معين اللي هو 31 أكتوبر. الآن البرلمان البريطاني بيقول لا، عايزين نمد هذه الفترة. ده من حق البرلمان البريطاني، لكن ليس من المؤكد أن الاتحاد الأوروبي قد يوافق على هذا. دلوقتي بريطانيا هتبعث بطلب تمديد الموعد النهائي، هل تتوقع حضرتك فيتو أو حق النقد من قبل أي من أطراف الاتحاد الأوروبي؟ وارد جدا، وارد جدا يبقى فيه تفاوض، لكن أنا أعتقد اللي بتحاول بريطانيا تعمله الآن، الأولوية الآن هو العمل على التوصل إلى اتفاق قبل 31 أكتوبر. وأعتقد اليوم كان في اجتماع بين رئيس الوزراء البريطاني ورئيس وزراء أيرلندا، وكان في شكل من التوافق على مسألة يعني تكثيف الجهود للوصول لاتفاق قبل 31 أكتوبر. فده هيبقى الأولوية، ولكن في نفس الوقت ربما يعني يتم فتح قنوات مع الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا وألمانيا لإعطاء مهلة أكبر لبريطانيا لو تم الفشل في الوصول لاتفاق قبل 31 أكتوبر. المطالب بقى بوريس جونسون ومطالبه المتعلقة بانتخابات عامة مبكرة ماذا تعني الآن يا فندم؟ هو الحقيقة يعني لأنه شايف البرلمان واقف ضده، فبيرى وهو مش موافق على فكرة ان يبقى فيه استفتاء جديد على موضوع الاتحاد الاوروبي، بيرى انه الحل هو يعني طرح الامر للناخب مرة اخرى من خلال انتخابات برلمانية. فاذا كانت الاغلبية ما تزال مصممة على الخروج من الاتحاد الاوروبي، هو بيعتقد انه سوف يحصل على اغلبية، وده هيقوي وضعه داخل الحزب وداخل البرلمان وايضا في التفاوض مع الاتحاد الاوروبي. طب اخيرا يا فندم عايز اعرف من حضرتك سيناريوهات المرحله المقبله، بقى عندنا تشريع له علاقه الخروج او عدم الخروج بدون اتفاق، ويمكن كانت دي من بعض او احدى السيناريوهات المتوقعه من بعض المحللين مع قدوم بوريس جونسون لرئاسه الوزراء البريطانيه انه ممكن يخرج بدون اتفاق، ولكن اعتقد ان دي ما بقتش وارده دلوقتي. ايه السيناريوهات المحتمله في الفتره؟ يعني انا اعتقد في سيناريوهين. السيناريو الاول هو كما ذكرت بس لأقصى الجهد للوصول إلى اتفاق قبل نهاية أكتوبر وحتى قبل منتصف أكتوبر، لأن هيبقى في قمة أوروبية سوف تعقد في هذا التوقيت، وبالتالي يمكن عرض هذا الاتفاق الجديد عليه. أنا أعتقد ده هيبقى السيناريو الأول. السيناريو الثاني هو التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لتمديد فترة المفاوضات بين الطرفين للوصول إلى يعني اتفاق بينهما فيما بعد الديدلاين اللي هو 31 أكتوبر. لكن في النهاية أنا أعتقد زي ما حضرتك قلتي إنه الخروج بدون اتفاق دي مسألة غير واردة. شكرا لك، بشكرك يا دكتور الدكتور محمد كمال على هذا التوضيح. مشاهدين كرام، فاصل قصير أكون في انتظار حضراتكم بعد هذا الفاصل، نبدأ الفقرة الحوارية المتعلقة بنظام التعليم الجديد. تفضل.